وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية. مساء الخير سيد حمادي. قطر تلجأ إذن بالتباكي والشكوى لمجلس حقوق الإنسان، وهي في ذات الوقت تنتهك بممارساتها التحريضية والداعمة للإرهاب حقوق الألاف إن لم يكن الملايين من سكان العالم. كيف ترون هذا التناقض الصارخ في السياسة القطرية؟ نعم، قطر حقيقة مستمرة في تزييف الحقائق، هذا هو الواقع المؤلم حقيقة. نعم. هي تذهب إلى هذا المجلس، إلى هذا المكان الذي يفترض أن يساعد هذا المكان على إرجاع حقوق الناس وإلى إعادة الأمور إلى نصابها، وهي تذهب إلى هناك لكي تزور الحقائق، كي تعطي معلومات غير حقيقية، وكي يعني تروج لأكاذيب نحن حقيقة يعني تجاوزناها منذ زمن طويل. نعم. لذلك كان من الأحرى حقيقة على قطر أن تحل مشكلاتها الداخلية مع حقوق الإنسان، مع الكثير حقيقة من القضايا التي نراها، وآخرها بالأمس سحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة. نعم. هذه يعني اعتداء صارخ حقيقة ومباشر على حق من حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية. نعم، قطر ما زالت تستمر إذن بنشر الأكاذيب، وتم في البيان الذي صدر عن الدول الأربع الإشارة إلى بيان صدر من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كان قد عبر فيه عن أسفه للتقارير الإعلامية المضللة من وسائل الإعلام القطرية. في رأيكم كيف يؤثر كل ذلك على مصداقية النظام القطري أمام المجتمع الدولي؟ قطر كذبت وكذبت حتى صدقت كذباتها. اليوم هي تعتقد أن كل ما تقوله يعني مصدق، وأن العالم يعني يصدق كل ما يتم تداوله من خلال الإعلام القطري. اليوم وضع قطر مختلف تماما، أصبحت الأمور مكشوفة للعالم، وهي يجب ألا يغرها سكوت العالم عنها. هذا السكوت ليس دليل على عدم العلم ولا على عدم المعرفة، وإنما الكل يعطي قطر الفرصة تلو الفرصة حتى تعود. اليوم من يراقب حقيقة الإعلام القطري، من يراقب الدعاية القطرية، يجب أنها وللأسف الشديد تحمل كثير من الأكاذيب، كثير من التجني على سواء على الدول المقاطعة أو على غيرها من الدول التي هي يعني ترتبط بها بعلاقات غير طبيعية. وبالتالي أن اعتمادها حقيقة على هذا الترويج الإعلامي الغير صحيح والمفبرك، أنا أعتقد يجب أن لا يستمر. والأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو كل الجهات حقيقة المحايدة في نهاية الأمر سيكون لها موقف مع قطر. اليوم اسم قطر وسمعة قطر أصبحت على المحل، فبالتالي يفترض أن تتدارك هذا الأمر قبل أن تخسر. نعم. كل شيء. نعم سيد حمادي، تصريحات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب دائما ما جاءت لتؤكد أن الحل يكمن في صدق النوايا القطرية. الكلمة جاءت من الدوحة لتعبر عن انعدام وجود هذه النوايا. إلى أين تتجه الدوحة بهذا التعنت في رأيكم؟ الدوحة حقيقة يعني كل ما تقوم به هو زيادة حدة هذه الأزمة، ويعني الابتعاد عن الحل بشكل سريع وبشكل مباشر. هذا الذي نراه، قطر تسير في اتجاه واحد وهو في اتجاه المعاكس للاتجاه الصحيح. وأكبر دليل على ذلك هي مكالمة أمير قطر مع سمو ولي العهد السعودي، الذي حقيقة يعني كنا من ورائها نتمنى أن تكون هذه المكالمة بداية الحل، لكن اكتشفنا من جديد وتم تأكيد ما هو مؤكد عليه، أن قطر لا عهد لها ولا كلمة لها ولا وعد لها، فهي بالتالي لا تلتزم بأي شيء. وأنا أعتقد الدول المقاطعة حقيقة بالها طويل جدا، وربما أكثر من اللزوم مع قطر التي رفضت كل النصائح ورفضت كل حل يقدم لها. نعم، من أبو ظبي السيد محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.